مشاهدينا أهلا بكم. ضمن تظاهرات الغضب والاعتراض على قرارات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن حظر دخول اللاجئين وسبع دول إسلامية أخرى للولايات المتحدة، مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي تداولوا مقاطع فيديو وصورا لمجاميع من المسافرين المسلمين وهم يفترشون أرض المطارات الأمريكية في أداء لصلاة الجماعة. صلاة المطارات في الولايات المتحدة الأمريكية تحولت إلى مصليات ومساجد لإظهار أعداد المسلمين والمهاجرين العرب واللاجئين السوريين تحديدا. وفي نفس السياق وتضامنا مع المسلمين في الولايات المتحدة، تداول المستخدمون مقطعا يرفع فيه الأذان من أمام كنيسة ترينيتي بولاية بوسطن وسط حشد غفير ضم أعراقا مختلفة من معارضي القرارات العنصرية.